أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. نتابع في هذه الحلقة آخر المستجدات بخصوص عملية تبادل الأسرى والمختطفين وأسباب التعثر وفرص النجاح الممكن. ثلاثة أيام تبقت فقط من الموعد المقرر لإطلاق أول دفعة من الأسرى والمختطفين وفقا لما اتفق عليه في مشاورات السويد التي شهدتها مدينة ستوكهولم منتصف ديسمبر الماضي، إلا أن تعثر الخطوة الثانية من بنود الاتفاق في السابع من الشهر الجاري استوقف ما بعدها من خطوات بسبب عدم إفادة الفريق الانقلابي عن 232 من المختطفين والمخفين قسريا ومحاولة المغالطة بشأن عشرات آخرين. ولتلافي التعثر القائم استدعى مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن الطرفين للعاصمة الأردنية عمان لبحث أسباب التعثر ومعالجتها للمضي قدما نحو إنجاز الاتفاق. في حلقة اليوم نناقش عوامل العرقلة وفرص الحل الممكنة. العاصمة الأردنية عمان محطة جديدة من محطات بناء الثقة بين الأطراف اليمنية تمهيدا لعملية السلام، محطة لحلحلة ملف الأسرى بإعلان القوائم والبدء في ترتيب نقلهم. تلتقي من جديد لجنة الأسرى والمعتقلين من الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي لاستكمال ما تعثر، لقاء كان من المفترض أن يتم في 8 يناير الجاري. لولا عرقلة ميليشيا الحوثي ورفضهم الكشف عن مصير 232 معتقلا ضمن قوائم شرعية. لقاء لإعلان القوائم النهائية ومناقشة نقل الأسرى عبر مطاري صنعاء وسيئون وسط ترحيب وتفاؤل أممي بحضور ممثلين من مكتب المبعوث الخاص والصليب الأحمر. سيلتقون يوم الخميس وسينظرون بعناية إلى قائمة أسماء المساجين الذين سيتم تبادلهم. إذن على كلا الطرفين أن يؤكدا أسماء المساجين ومكان سجنهم، وإذا كانوا على قيد الحياة وفي وضع جيد ويمكن الإفراج عنهم. عند تأكيد هذه القوائم يمكننا الانتقال لعملية الإفراج عنهم وإعادتهم لذويهم. تقدم وتفاؤل لحسم مصير نحو 15,000 من الأسرى والتئام شمل آلاف الأسر تحفه مخاوف نقوص وعرقلة ميليشيا الحوثي المتكررة وابتزازها بالملف الإنساني لتحقيق مكاسب سياسية دون أي إجراءات دولية رادعة تمارس عليها. الطرف الحكومي لا يخفي مخاوفه ويبدو متشائما من العودة لمناقشة الملف من جديد بعد أن عرقلته الميليشيا، حيث قال وزير الخارجية خالد اليماني أن الحوثيين يحاولون المساومة في ملف الأسرى ويبتزون المجتمع الدولي في أشكال متعددة، مؤكدا أن ملف الأسرى ليس للمزايدة. بين التنصل الميليشيا ومراوغتها ويأس وتشاؤم الحكومة، يحاول المبعوث الأممي مارتن جريفيث بشتى الطرق إحراز تقدم في مرحلة بناء الثقة بين الطرفين. فبعد تجزئة القضية المحورية إلى ملفات وقضايا منفصلة، يعمد جريفيث إلى استحداث محطات في بلدان العالم لمناقشة كل ملف على حدة في عملية سياسية هشة بحسب الأمم المتحدة. نبدأ النقاش مع ضيفنا من فيينا توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات. أهلا بك أستاذ توفيق. أهلا وسهلا بك وجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. أستاذ توفيق، أهمية اللقاء الحاصل الآن في العاصمة الأردنية عمان. أنا أعتقد أن أهمية اللقاء تكمل بالدرجة الأولى لمحاولة تقريب وجهات النظر ومعرفة العوائق التي تقف في طريق إتمام صفقة أو بند تبادل المعتقلين والأسرى بين طرف الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي. نحن منذ البداية قلنا بأن الملف بحد ذاته هو ملف ببعد إنساني لكنه ببعد حقوقي وقانوني، هو ملف ملحق. لكن مع ذلك قلنا بأنها ستظهر إشكاليات كبيرة عند التنفيذ سواء على المستوى اللوجستي أو على مستوى المصداقيات. جماعة الحوثي قدمت 7500 معتقل، أنا أعتقد العدد كبير وربما يكون فيه ناس قد توفوا ناس اختفوا إلى غير ذلك. وبالتالي بدأت الآن الملاحظات منذ البداية الأولى تظهر من الأطراف حتى قبل الموعد المحدد بأن القوائم هذه غير نقية وغير نظيفة وبأن هذه القوائم تحتوي على متطرفين وتحتوي على أسماء وهمية وتحتوي وفيها ملاحظات غير
مكتملة البيانات إلى غير ذلك. فأعتقد أن أهمية هذا اللقاء هو سيأتي من أجل إزالة مثل هذه العوائق ومحاولة تقريب وجهات النظر، وقد تسعى إلى أن تخطو خطوة إلى الأمام، بمعنى أنها ستعمل على تنفيذ ما يمكن الاتفاق عليه أو ما هو متفق عليه من أجل خلق نوع من الطمأنينة والثقة بين الأطراف، خاصة لدى أهالي وأسر المعتقلين. طيب أستاذ توفيق، هذه الإشكاليات والعوائق هي كانت واضحة لكم وللجميع ربما منذ الحديث بداية عن هذا الملف، برأيك لماذا لم يتم وضع حلول لها أو التعاطي معها بشكل أكثر جدية ووضع آلية واضحة لتنفيذها من البداية؟ لا، يجب أن ننظر للأمر في سياق كلي. يبدو أن المجتمع الدولي كان واقع في حالة من الحرج أو تحت الضغط الإعلامي والسياسي الداخلي، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل الصحفي خاشقجي، ثم تحت ضغط وسائل الإعلام التي أظهرت وسائل القضية اليمنية خاصة ببعدها الإنساني بشكل كبير وجدي وقوي. فرأينا كبريات الصحف الدول والقنوات تحدثت عن المجاعة وتحدثت عن الأزمة الإنسانية الكارثية الموجودة في اليمن. هؤلاء السياسيين أصدروا مجموعة من التصريحات على مستويات عالية، سواء الرئيس الأمريكي الفرنسي البريطاني، وبالتالي حاولوا أن يجمعوا أطراف اليمنيين بطريقة نحن اليمنيين نقول مسلوقة، بمعنى لم توضع لها الضمانات، لم توضع لها الأسس الكفيلة، وبالتالي سموها مشاورات استوكهولم حتى لم يسموها اتفاقيات استوكهولم. أنا أعتقد أن هذا الإسراع اليوم بدأت مظاهره ملامحه تظهر جلية، سواء في ملف الأسرى أو في ملف الحديدة. إلى حد الآن اليوم كل طرف يحاول أن يفسر هذا البند بطريقته الخاصة ويفسرها لصالحه بالدرجة الأولى، واعتقد ان الان محاوله استوكهولم برمتها اصبحت اشبه بالرمال المتحركه او بالمتاهه التي لا نعلم كيف سيخرجون منها، لكن المجتمع الدولي سيحاول ان يضع بصمه بغض النظر عن مآلاتها او نتائجها القريبه او البعيده. طيب نشرك معنا ايضا بالنقاش ام احمد عضو رابطه امهات المختطفين، اهلا بكم احمد. مساء النور. إلى أي حد هناك تفاؤل لديكم باللقاءات الحاصلة الآن في العاصمة الأردنية عمان؟ كأهالي مختطفين وكرابطة نحن نأمل كثير أن تتوصل الأطراف إلى حل قضية المختطفين، أن ينتج عن هذه اللقاءات والتفاهمات حل جذري لقضية الاختطاف، أن تتوقف آلة الاختطاف، أن يتم وضع آلية واضحة للإفراج عن المختطفين. هذا أملنا بإذن الله بهذه اللقاءات التي تتم حاليا في العاصمة الأردنية عمان. طيب أنتم الآن بالتأكيد الأكثر تطلعا وتفاؤلا فيما يخص هذا الملف، بالتأكيد لكم تواصل ومتابعة واهتمام بالموضوع، ما هي آخر المعلومات المتوفرة لديكم فيما يخص هذا الملف؟ لا توجد لدينا معلومات واضحة، يعني الطرفين يعني لا نكاد نجد معلومة واضحة وشفافية لدى الطرفين. نجد أن هناك أحيانا تراشقات إعلامية، اتهامات لكل طرف بأنه يقدم قوائم تحتوي على القتلى، تحتوي على المفقودين، لكن نحن نعمل أن تكون هذه اللقاءات فاتحة خير، أن يتم التفاهم على تلك القوائم، على أسماء المفقودين، على أن يتم وضع آلية بالإفراج عن الموجودين والمتفق عليه، ثم بعد ذلك يتم التفاهم على المفقودين وعلى الذين لم يعني يحصل التفاهم على هذه الأسماء. قيل أن منطلق التعاطي مع هذا الملف هو البعد الإنساني، هل ما زال هذا البعد الإنساني برأيك حاضر في هذا الملف؟ هل هو المنطلق لتعاطي الأطراف معه من خلال بعد إنساني أم ربما تداخلت الملفات؟ ربما تداخلت الملفات هو الحاصل، لكن نحن نأمل أن يعاد مسار القضية إلى المسار الإنساني، أن ينظر بعين الإنسانية لمثل هذه القضية، ألا يكون موضوع المختطفين هو موضوع للتنازعات والتجربات السياسية فيما بين أطراف النزاع. نحن نأمل أن تعاد القضية إلى قضية إنسانية، حتى وإن كان حلها الآن بيد هذه الأطراف وعبر مفاوضات سياسية، لكن نتمنى ألا يغيب البعد الإنساني عن أطراف المفاوضات، طرفي المفاوضات. طيب أعود للأستاذ توفيق. أستاذ توفيق، اليوم هناك عوائق وتحديات موجودة لتحقيق أي تقدم في هذا الاتفاق،
برأيك ما أهم هذه التحديات التي يمكن أن يتجاوزها المتحاورين والأطراف الراعية لهذا الاتفاق؟ والله هو أكبر التحديات هي انعدام الثقة بين الطرفين. أنا أعتقد هذه هي الإشكالية الكبرى، وكنا نتمنى أن يكون ملف المعتقلين اليوم هو أحد القشور التي يمكن أن تفضي إلى الملفات الأخرى. العائق الثاني أو الأمر الثاني، لأن الأطراف تحاول أن هذا الملف فيه المحلي بالخارجي، بمعنى اليوم جماعة الحوثي عندما تقدمت بقائمة المعتقلين تحدثت عن الأسرى لديها لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ولدى المملكة العربية السعودية، وبالتالي هذا الأمر سيعقد أنا أعتقد من إشكالية هذا الملف كثيرا، لأن المفترض أنه كان بين طرفي الشرعية بالدرجة الأساسية وطرف وجماعة الحوثي، وأعتقد هذا سيكون قريبا. أنا أعتقد اليوم بناء الثقة هذه الأطراف أن تعود إلى المسار الإنساني كما تحدثت الأخت، وأهم هذه الأسباب أيضا أن يكون هنالك أن تمتلك الأطراف أيضا قرارها الذاتي، بمعنى أن لا تنتظر إملاءات خارجية أو توصيات خارجية، لأنه هذه أيضا أحد الإشكالات. لو هنالك استقلالية في اتخاذ القرار أعتقد سنرى حلحلة قريبة ولو جزئية، لأنه أنا حقيقة لست متفائلا أن يتم حلحلة هذا الملف بصورة كلية، لأن هذا الملف أنا أعتبره منذ البداية في أكثر من قناة وسيرة إعلامية، وقلت من تقديم القوائم أن هذا الملف ملغم تم تلغيمه منذ البداية، وأعتقد أن الحوار كان في ستوكهولم يجب أن يكون أكثر عمقا وأكثر شفافية ومبني على معلومات ومبني على حقائق ووقائع، لكن يبدو كما قلت لك أن الأطراف حاولت أن تسلق المشاورة سلقا ولغم هذا الملف منذ تقديم هذه القوائم. ورأينا في نفس اليوم كنت في أحد الحوارات مع أحد الأطراف المنسوبين لجماعة الحوثي وبدأ يتحدث على أن قائمة الحكومة الشرعية مليئة بالمتطرفين والإرهابيين، وكان واضح في هذا الأمر، وبالتالي إعادة الثقة أو بناء الثقة بصورة كلية وشفافة واضحة بين الأطراف هي أحد المداخل الأساسية لحلحلة هذا الملف وإن بصورة جزئية. هل تعتقد أنه الآن في الأردن في العاصمة الأردنية عمان يمكن تفكيك هذا التلغيم الحاصل ونقاشه بعمق؟ إذا وجدت الجدية، نعرف نكون واضحين، إذا وجدت الجدية ووجدت المصداقية وحضر البعد الإنساني، وأنا قلت أكثر من مرة هذا الملف يجب أن يجزأ، بمعنى القوائم المتفق عليها بين الأطراف يجب أن توضع لها مجموعة من الجداول، نبدأ بالملف المنجز الذي لا غبار عليه، المعترف فيه، الذي ليس عليه ملاحظات، وأعتقد إذا تم تجزئة هذا الملف بإمكاننا أن نشهد انفراجات متتالية، لكن لو بقى هذا الملف ككتلة أو كحزمة متكاملة أعتقد سيكون هنالك كثير من التعقيدات، لأنه كثير من القوائم بعضها غير موجود، بعضها متوفي، بعضه لا أحد يعلم أين، بعضهم ربما جرف السيل، يعني في إشكالية كبيرة، وبالتالي أنا أدعو الأطراف إلى أن تجزئ هذا الملف بحسب الممكن وبحسب المتفق عليه، هذا ربما يقودنا إلى انفراجات جزئية. أعود لأم أحمد، في ظل هذا التعثر القائم اليوم أنتم كأسر مختطفين ومعتقلين، ما الذي تعولون عليه؟ نعول على أن تكون الأطراف عند قدر المسؤولية التي أنيطت بها، نتمنى أن ينظروا بعين الإنسانية لمثل هذه القضية، وأيضا نؤكد أو نؤيد ما جاء به الأستاذ توفيق الحميدي من أن تجزئة الملف ربما يكون بالفعل يعني كانفراجة للملف هذا المعقد، ألا يتم التعامل مع القوائم كحزمة واحدة ربما سيكون بالفعل انفراجة لهذا الملف. نحن نتمنى أن يتم الاتفاق بين الطرفين وأن تبدأ عملية الإفراج حتى لدم شعر نحن كأهالي مختطفين، نشعر بالأمل، نشعر بأن هناك بالفعل تفكير بالفعل بحلحلة هذا الملف، ولا يظل هذا الملف كما هو ملف غصة في حلوقنا جميعا. أعود لأستاذ توفيق. أستاذ توفيق، عدم إنجاز تحقيق إنجاز في هذا الملف وعدم حلحلة ملف تبادل الأسرى والمعتقلين، ما الذي يعنيه فيما يخص المضي قدما في تحقيق أي سلام في البلد؟ أنا أعتقد أن أي نجاح
وانفراجات حقيقية في ملف المعتقلين سيخلق بعدا إنسانيا بعدا اجتماعيا وشعبيا للسلام في اليمن بالدرجة الأساسية. وبالتالي كان هنالك توفيق أن يوضع ملف المعتقلين كعنوان لبناء الثقة بين الأطراف. إذا فشل ما وفشلوا في حلحلة هذا الملف وفي الإفضاء إلى إفراجات حقيقية وجدية، أعتقد أننا لن نرى أي تقدم حقيقي في أي مفاوضات قادمة اليوم أو أي ملفات أخرى. اليوم الأمم المتحدة أيضا مطالبة يعني أن تضغط بصورة أخرى وتعطي أيضا ملف المعتقلين أهمية كما تولي ملف مدينة الحديدة. رأينا في ملف مدينة الحديدة كان هنالك إسراع، هنالك إنجاز بتشكيل أولا بإرسال رئيس لجنة مراقبة باتريك، ثم رأينا أمس قرارا أمميا جديدا بإرسال ما يقارب 67 عضوا للحديدة. ملف المعتقلين أيضا يجب أن يحوز على نفس هذا الاهتمام، وأعتقد أن هنالك أوراق دولية كبيرة بإمكان الأمم المتحدة والأطراف الراعية للسلام في اليمن أن تضغط بها على جماعة الحوثي بصورة أو بأخرى. ما هي هذه الأوراق الممكنة للضغط من أجل إنجاز وتحقيق تقدم في ملف المعتقلين على غرار ما حدث في ملف الحديدة برأيك؟ هنالك أمور كثيرة. على سبيل المثال هنالك الضغط الخارجي، هنالك مثلا عن طريق إيران على سبيل المثال، هنالك الأمور المتعلقة بمطار الحديدة، المتعلقة ب البعث يعني في مطار الحديدة، بأمور أخرى متعلقة بالأمور الاقتصادية إلى غير ذلك. هذه الأمور كثيرة، الحوثيون والحكومة الشرعية والأطراف هي تدرك. الذين أحضروا الحوثيين إلى استوكهولم والذين ضمنوا أيضا حضورهم والذين ضمنوا التوقيع في استوكهولم من قبل جماعة الحوثي وهم أنفسهم قادرون ويدركون هذا الأمر جيدا. اليوم لا توجد أطراف يمنية حقيقية تمتلك قرارها بيدها، ولا تمتلك أيضا أطراف يمنية قادرة على أن تعلن السلام أو تذهب إلى الحرب. اليوم اليمن كدولة موضوعة تحت البند السابع للأمم المتحدة. الأطراف اليوم هنا الحكومة الشرعية في معسكر المملكة العربية السعودية ودول التحالف، والحوثيين في أطراف إيران. وبالتالي لا يمكن أن ننسى اليوم المملكة العربية السعودية وإيران كأحد الأطراف والأوراق الضاغطة التي يمكن أن تفضي إلى أي صلح أو حل لمثل هذا الملف. أشكرك جزيلا أستاذ توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات. أم أحمد، وأنتم تتابعون ما حصل في الملف المقابل ربما لملف الأسرى والمعتقلين، ملف الحديدة وهذا الاهتمام والقرار الذي صدر بالأمس، ما هي الرسالة التي تصلكم وما المطلوب وكيف تصفون تعاطي المجتمع الدولي رعاة التسوية مع ملف الأسرى والمختطفين حتى الآن؟ نحن نعمل أن يجد هذا الملف أيضا الضغط الأممي الكافي لحلحلة هذا الملف. نتمنى أيضا من المنظمات الحقوقية أن تهتم بملف المعتقلين والمختطفين كملف إنسان تبذل فيه جهودها، تبذل فيه وسائل الضغط. أيضا نتمنى من كل من له قدرة على أن يضغط باتجاه حل هذه القضية وأن يرى المختطفون والمعتقلون النور. نتمنى من الجميع أن يبذلوا جهودهم من أجل حل هذا الملف. طيب بالنسبة للحكومة الشرعية كيف تنظر لتعاطيها وأدائها في هذا الملف؟ الحكومة الشرعية هي المسؤولة الأولى عن هؤلاء المختطفين، ونتمنى أن تكون الحكومة بعين النظر إلى أن واجبها الأخلاقي تجاه هؤلاء الذين ينتمون لهذه الدولة سواء من مختطفين أو أسرى أو غيره، أن تقوم بواجبها تجاه هؤلاء، أن تبذل ما في وسعها من أجل حل هذه القضية، وإلا تتخذ من المفاوضات مع جماعة الحوثي كمنطلق لمكاسب سياسية أو غيرها. نحن نتمنى أن يتعامل الجميع مع قضية المختطفين كقضية إنسانية لا سياسية، سواء في الاتفاق أو حتى في آلية التنفيذ، لأنه الرابطة كان لديها اعتراض على آلية التنفيذ. الرابطة لا تريد أن يكون آلية التنفيذ بحيث يتم التبادل الشامل وفي شروط التبادل الحالية التي تشبه شروط التهجير القسري للمختطفين والمعتقلين. نتمنى أن يكون التفريق ما بين الأسرى وما بين المعتقلين كما تفرق بينهم الاتفاقيات الدولية والمعاهدات.
أن يتعاملوا المختطفين المدنيين كمدنيين، بحيث إذا تم الاتفاق أن يعودوا إلى أماكنهم إلى مقر أعمالهم، وألا يتم نفيهم وتهجيرهم قسريا من العاصمة صنعاء إلى أماكن أخرى. شكرا جزيلا لك أم أحمد عضو رابطة أمهات المختطفين، وأيضا الشكر موصول لضيفنا من فيينا توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات. مع العلم أننا حاولنا التواصل مع أعضاء اللجنة تبادل الأسرى والمعتقلين من طرف الحكومة، لكن لم نجد أي تجاوب من قبلهم. في ختام هذه الحلقة تحية منتج حلقة هذا المساء الزميل وديع عطاء، وتحية طاقم البرنامج، في أمان الله.